طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. اليوم عندنا أكثر من موضوع في حلقة صوتكم، خلونا نبدأ بموضوع حروب نحو 20 سجينا أغلبهم بقضايا تهريب مخدرات جنوبي العراق. تمكن سجناء على ذمة قضايا تهريب مخدرات وجرائم جنائية من الهرب من سجن محافظة المثنى جنوبي العراق صباح اليوم الأحد وسط استنفار القوات الأمنية في عمليات بحث عنهم. وفقا لرئيس الحكومة أو لمحافظ المثنى أحمد منفي، قال بأن جميع القوات الأمنية مستنفرة الآن للبحث عن سجناء هربوا من سجن الهلال في المثنى، وأوضح في بيان بأن عدد الهاربين لا يتجاوز 20 سجينا. هم إذا كانوا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني هو العدد 21 ليس بالعدد القليل. وسرح نشوف مقطع تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي. أكد بأنه كإجراء قانوني وجهنا بحجز جميع الضباط في مديرية مكافحة المخدرات فورا لحين إكمال التحقيق معهم في حادثة هروب السجناء ومعرفة المقصرين. وأضاف بأن قسم المخدرات ما زال مرتبطا بوزارة الداخلية رغم مطالبتنا الكثيرة بنقله إلى مديرية شرطة المثنى. خلونا نشوف هذا المقطع وإحنا نسولف وياكم اللي رصدت كاميرات المراقبة من داخل السجن. نشوف المقطع، هذا المقطع اللي انتشر قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ صباح اليوم من داخل سجن المثنى في محافظة المثنى. هرب 21 سجين. طبعا يعني المشكلة هذه ليست الأولى، يعني قبل أقل من سنتين هم هربوا من سجن في بغداد وكذلك كانوا متهمين بتهريب المخدرات. هذا ما رصدته كاميرات المراقبة من داخل سجن المثنى. طبعا مسؤول أمني في محافظة المثنى قال بأن عدد الهاربين من السجن يبلغ 21 سجينا وأن أغلبهم متورطون في قضايا مخدرات، وبين بأن عملية الهروب تمت فجر اليوم وفي ظروف غامضة، وأشار إلى أن لجنة من بغداد ستصل إلى المحافظة للتحقيق في الملف. كما خلونا نشوف المقطع مرة ثانية، خلونا نشوف المقطع للأخير ونحن نتكلم. نعم، كما أنه تم تعميم أوصاف الهاربين على الحواجز الأمنية في المثنى والمحافظات الأخرى لتسهيل كما قال عملية القبض، وكانت آخر عملية هروب سجناء كما أشرنا قبل قليل في منتصف عام 2019 عندما تمكن 15 سجينا من الهرب من سجن القناة شرقي العاصمة بغداد وجميعهم متورطون في قضايا مخدرات. جماعة مرتبين أمورهم وعندهم فلوس الظاهر، وبحجة أنهم هربوا من السجن. يشار إلى أن العراق شهد خلال السنوات الماضية عمليات هروب مماثلة في عدد من سجونها أسفرت عن خروج قادة كبار من تنظيم داعش من تلك السجون وعودتهم إلى ممارسة العمل المسلح، وكذلك زعماء مافيات في تهريب والتجارة بالمخدرات، ومثل ما حصل اليوم. هذه اللقطات، طبعا قسم انهزم وقسم يعني ظل متردد ورجع إلى السجن، رجعوا بس ظهر اللي مرتبين أمورهم انهزموا طفروا من السجن. هذا اللي حصل اليوم في ساعات الصباح الأولى في العراق. موضوعنا الموضوع الآخر، وهو بأن الحكومة في العراق تعتزم الاستعانة بشركات عالمية لاستعادة الأموال المهربة، يعني على أساس أنه إذا استعان العراق أو الحكومة في العراق أو الجهات المعنية بهذه الشركات العالمية راح يقدرون يرجعون الأموال المهربة. زين، وين هيئة النزاهة؟ وين مجلس مكافحة الفساد الذي أنشئ في زمن عادل عبد المهدي؟ وين وعود مصطفى الكاظمي بملاحقة الفاسدين في العراق؟ خلونا نجي على تفاصيل الخبر، حيث كشف مسؤولون في العراق عن مساعي لاسترداد الأموال
المهربة خارج البلاد عن طريق الاستعانة بشركات عالمية، وهذا باب من أبواب الفساد طبعا، لأن هذه الشركات العالمية ما راح تشتغل ببلاش ولا السواد عيون العراق. وأكدوا وجود تنسيق عالم بهذا الاتجاه فيما قلل نواب من أهمية ذلك، واعتبروا بأن قوى الفساد تمنع أي خطوات لاستعادة تلك الأموال. يعني طبعا أغلب المسؤولين اللي متهمين وعليهم وثائق من قبل هيئة النزاهة هم موجودين في داخل العراق ويتولون مناصب عليا في داخل العراق، ليش نحتاج إلى هذه الشركات العالمية؟ يعني شنو قابل هي مثلا أنت أبرد تدورها؟ لو شنو فعندك شيء ضايع ما تقدر تلقاه؟ أنت لازم تكون عندك يعني اللجان مشكلة من قبل البرلمان أو من قبل وزارة الخارجية، وتخاطب الدول المهرب إليها تلك الأموال، وخلال 18 سنة لم يتم استعادة الأموال المهربة. طبعا مراقبون اختلفوا بشأن قيمة الأموال التي جرى تهريبها على مدار سنوات طويلة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق من عام 2003، لكنهم يتفقون على أنها كافية لإعادة إعمار العراق بالكامل وتوفير البنى التحتية وفرص العمل وإقامة مشاريع عملاقة. وفقا للمستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، فإنه قال بأن رئيس الجمهورية برهم صالح مهتم بملف استرداد الأموال المهربة، وهناك إجراءات مستمرة كما قال، وعمل وتنسيق مع البرلمان ولقاءات مع اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين لسن تعديل قانون استرداد الأموال المهربة. وبعد 5 أشهر تصير انتخابات والجماعة يقول لك والله ما لحقنا نسوي شيء، مثل الحكومة السابقة عادل عبد المهدي أو حكومة حيدر العبادي اللي بوقتها أثار موضوع الفضائيين وكذلك تعهد بمحاربة الفساد، ولكن على الأرض لم يحدث شيء. وفقا لمستشار رئيس الجمهورية في تصريح وكالة الأنباء العراقية، قال بأن البرلمان أبدأ استعداده لتعديل القانون الحالي بما يمكن من استرداد كل الأموال العراقية المهربة، وقريبا سيكون هناك تعديل للقانون والتصويت عليه من قبله. أوضح بأن القانون يتضمن كيفية استرداد الأموال المهربة من الخارج بالتعاون مع شركات عالمية تتبنى استردادها مقابل أجور معينة، وأكد حاجة الملف إلى دعم خارجي لأن أغلب الأموال المهربة ومهربيها خارج العراق، ولذلك هناك حاجة إلى تضامن دولي. زين، هي شلون طلعت الأموال بطريقة هم يسموها أموال مهربة؟ هو إما حوالة صارت عن طريق البنوك أو الصرافات، أو أخذها بالجنطة المسؤول وصعد بها الطيارة وراح، وهو يحمل مثلا يحمل جوازين سفر. إذن هي صارت تحت أعين الجهات المسؤولة، تحت أعين الحكومة. ليش ما تم حل المشكلة قبل وقوعها على الأراضي العراقية؟ ليش إن ما وصلت هناك وسوى استثمارات وبنى فنادق وعمارات واستثمر بها بدول الخارج، هسه تريد ترجعوها بمساعدة شركات عالمية؟ طبعا هذا الموضوع، موضوع الاستعانة بالشركات العالمية، ليس يعني ليست جديدة، أو ليس الموضوع بجديد وطرحه على الساحة. يعني أكثر من مرة تردد الحديث من قبل الجهات المعنية في العراق بالاستعانة بشركات عالمية لاسترداد الأموال المهربة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد. أبو حسن، لو سألتك في البداية حول الصور اللي شاهدناها قبل قليل، هروب 21 سجين متهمون بتجارة المخدرات من سجن المثنى، رأيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك يا رب. أهلا وسهلا محمد. الله يتقبل يا رب، آمين. الله يخليك. الله يسلمك. أخ عمر، يعني وين يوصلون العراق؟ يعني هالمراحل هاي اللي صارت 18 سنة، نعم، وين يوصلوا؟ يعني الإرهابيين هم من جماعتهم ودي كل شيء يسوون، ويسوون عدد من لزموا إرهابي ودخلوا بالسجن وبعدين هم طلعوه. هاي وحدة يعني فيلمهم هذا. يعني وين يوصلوا العراق؟ اما بحدوث الشغلات اللي تسرق بتروح هم بعلمهم. يعني واحد يطمطم له واحد يطمطم للاخ، يعني هي مهزله. شنو يقول لك راح يستعين العراق بشركات عالميه لاستعاده الاموال؟ اخي هاي كلها يعني مضحكه على على الزقون العراقيه. يعني ممكن اعتبارها دعايه انتخابيه مثلا؟ طبعا طبعا طبعا. هم دول هسه هم حكومه عراقيه ما يحدث الأشياء هاي تصير، السرقة والقتل والإرهاب، بس هم مو حكومة عراقية. يعني أكثرهم عندهم جوازين ثلاثة
احتمال يعني اكثر من جواز. هم دول يعني ناس نصابة، يعني خيرهم نصاب. هم ما يجيبوا لك الامريكان الناس تفتهم وتبني بلد، لا هم جايبيهم تدمير العراق وتدمير البنية التحتية وتدمير اهم شيء هو الانسان. يعني لو تجي يعني اسأل العراقيين انتوا شو استفادتوا من الاحتلال؟ جوكم بانه راح نطور حياتكم ونسوي اموركم بنفسجيه وورود وكل شيء وكل اكلاوات. يعني العراق هذا ما دي يحس بنفسه. يعني من خلال الاشياء دي والله ذاك اليوم والله شوف الشغله يعني صرت انقهر. يعني ما راح اجيب بعد ابنها وناس دائما بالسيارات، عوائل دائما بالسياره. يعني ماكو شيء بلد، ماكو شيء بلد، ماكو شيء حكومه. يعني هم جايين ارهابيين قتله مجرمين متعفشين للدم. يعني اسال البلد لما ابني اقتل الشعب غير ابني صار 18 سنه ايش بنوا؟ بس مولات لهم وقصور خارج العراق وامتيازات والموظف يتعب 25 سنه يطلع تقاعد، هذا 4 سنين وياخذ مليارات حدث ولا حرج. يعني البلد هذا منهوب مبيوع من زمان. بس احنا شعب مو واحد اخي عمر، والله مو واحد. لو واحد كان مثل بينا هيك ولو عدت قبل عقول جباره تصنع. يعني بزمن الحصار العقل العراقي اشتغل، قمنا نصنع كل شيء. هسه كل شيء استيراد، يعني حتى الشكر استيراد، الطحين استيراد، المواد الغذائيه استيراد. ماكو هيك بلد. هم جاي يدمرون العراق ويسووه. يعني شلون يكون قوته؟ يعني قبل 20 سنه يخلوا يصير عمره 60 70. فهم جو قتل العراق ودمرون العراق. نعم. بس يعني الشعب ما اعرف. لذلك انا دائما اقول لكم احنا مو شعب واحد. ما دام اكو ولاءات لايران وهذا جنسيته بريطانيا وهذا جنسيته امريكيه وهذا عميل لاسرائيل وهذا عميل لامريكا وهذا عميل ايران، ما ينبني بلد. يعني هسه لما طلعوا هذول من السجن اصحاب المخدرات او ارهابيين او جماعه داعش، هاي راح تصير يعني ازمه قويه. هاي هديه الحكومه والامريكان وايران واسرائيل وبريطانيا، هديه للعراق للعرب، مو بس احنا، كل العرب. هسه وقعت العراق كل العرب وقعوا. نعم ابو حسن، يعني الشعب هذا مريح عنفه. ابو حسن من بغداد كان معنا، شكرا لك. ابو ياسين من دياله، تفضل ابو ياسين. حياك الله اخ عمر، اهلا وسهلا بك، الله يسلمك ويخليك. اخ عمر حياك الله. اخ عمر بالنسبه لهروب السجناء مال تمداد المخدرات، نعم كلكم تذكرون الزرقاء محافظ النجف ابن ضابط رسوم جمهور وعرف وين ما حد يدل وين. نعم. المعمم اللي يكون مثلا المقدم من عقوب تشيل بالعمامه المخدرات، هاي مو هروب ارتياد، لا هذا او تهديد من زعيم ميليشيا او ماكيا لول اسود اسمه جلال الدسه. هذا السؤال عن دول المخدرات هو دليل استعدام. اشمعنى مع التحاكم يبتدون هشه؟ اشمعنى الناس الابرياء تخص فيهم الناصريه والتاجي والتجول السريه؟ هناك ابرياء محصنينهم بالحمايات واشمعنى دول يهربون بكل سهوله؟ هذه مخادعه. اما موضوع الشركات زين ابو ياسين، ابو ياسين قبل ما ننتقل للموضوع ابو ياسين اذا تسمح لي زين، احنا مثل ما شفنا بالصوره كان اكو واحد حارس لابس تراك سود بالباب، دفعوا الباب وطلعوا. زين باقي المركز وين كانوا؟ يعني ماكو احد بالباب، ماكو احد بالممرات، سجن والله سجن ايش كبره ايش عرضه، يطلعون يعني ماكو اي مواجهه صارت مثلا؟ مفتوح السجن لهم، هذا توقيته عمر، توقيته وقت من الزمن ومفتوح الباب. افتح الباب وكيف يعني معقول الامر بتواطؤ يعني واتفاق؟ تواطؤ 2000% مو 100% واضح الامر عمر. حتى لو مسجين ابن الظلمه ما يصير سجن، احنا متظاهرين لو شو سووا بينا بالتحصينات متظاهرين وماخذيننا مساحه التظاهر واعتقلونا شلون محصلين علينا بالحمايات. هذا موضوع ما يطلع على الشعب واعي ابدا، تواطئ ومقصود ومدفوع ثمنه. وهسه لما يطلع هذا مقدمه شنو يقول اللي ذم مكافاه ماليه او ترقيه؟ هذا الموضوع هاي المساله اكثر من 1,500,000 اجهزه امنيه فاضحه العراق. نعم. اما من اخر الشركات يا اخي عمر، نعم
مو عندهم مدراء المالية وينهم؟ غير أكون عندهم حسابات ختامية واحد يكلم الثاني، ما يحتاج شركات. هاي بتورع عندك وزير مالية وعندك رئيس الوزراء المالك العرب عجل سامع، هاي بتنزل لا حسابات نهائية ختامية ولا موازنة حقيقية. شو تعيش معه برا؟ رئيس زعمات يجي تتكلم علنا تاخذ حصتها علنا وتوديها برا، يا ما مضمون، ما يحتاج شركات ولا أبدا. هذه مهزلة ياخذون علن السوق. بس غير كل هذا اسالك، هناك شعب واعي يوقف لهم قصاص، يوقف لهم في المنصات. تعال عمي يومات الشعب عم شو هاي الناس حال الناس المغيبه، السجون السريه، الميليشيات هاي اللي طاقت تقود البلد، ميليشيات ما عندها رجال الدوله. اخي عمر ما كل رجال الدوله والله، ميليشيات يدي تدور البلد. هذول من حاطين لهم ارقام؟ اللي كاظم ولا غير كاظم ولا ايوه كل وزراء الميليشيات يسمعكم، والفلوس استرقت كل الميليشيات متقاسمينها، الحكومات برئيس الوزراء، رئيس الجمهوريه، البرلمان، كلهم فاسدين. حتى سامع ابيضهم لقيت دول ولا خارجية، هذول اللي فاتت امريكا بتعرف امريكا، امريكا بتجيب لنا هاي النماذج هاي الحصانات، يعني معقوله ما تجفى في امريكا؟ والله يستحيل، يا اخي عمر لك في امريكا مستفاده، هي دارت تستثمر الشعب، واضح الامر. هي تسلم جاي تسجل على بوست جاي تجيبون شركات وجاي تنقد نفط، لو فلوس مسلوقه بين واضحه وين؟ نعم ابو ياسر. عندك تقريبا 40 مليار وشعرتهم عاد هذا الخزع اللي ما يسوي على سمع الساله حتى السامع، كان شيء يبلغ ولا مقتدى حتى يهدد ويسوي، معقول امريكا من جاي يهدد الخزع عليه، معقول ما يقدر يشتري؟ لا هذا الوضع وضع مبين يا عمر، واضح الامر انه تدمير الشعب العراقي، هذا مشروع امريكا الصهيوني فالسي. تحياتي عزيزي عمر. شكرا ابو ياسين من دارك. انا معنا شعلان من الانبار، تفضل شعلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك، يا هلا بك، تفضل. أنا عندي بنتين وشقين. نعم. ألو. أسمعك. أنا بنتين ست عدة سجناء في بيحار. نعم. إيه، بس هم دول كلهم بقابية بقابية السجنات شاب الدجلة. انت عندك سجناء شعلان؟ ما افتهمت هذا، انقطع اتصال مع شعلان من الانبار. خلونا نرجع على موضوع الشركات العالمية اللي تعتزم الحكومة في العراق الاستعانة بها لاستعارة الاموال المهربة كما قالت. طبعا مستشار رئيس الجمهورية أشار يوم أمس إلى أن الشركات العالمية التي ستتبنى الموضوع سيتم دفع أجورها بعد استردادها الأموال المهربة وفق أصول قانونية، وشدد على أن القانون يجب أن يكون محكما ويتبنى استرداد تلك الأموال كونه خطوة مهمة ولاقى اهتماما كبيرا من قبل رئيس الجمهورية والبرلمان في العراق. لكن نوابا في العراق قللوا من إمكانية استرداد ما تم تهريبه من الأموال العراقية، واعتبروا بأن نفوذ وسلطة الفساد تحول دون إمكانية اتخاذ أي قرار بهذا الاتجاه. النائب عن تحالف عراقيون علي البديري تحدث إلى صحيفة العربي الجديد وقال بأن الملف يحتاج قرارا شجاعا من الدولة بكل مكوناتها، فالأمر يحتاج إلى قرار سياسي وقانوني وإداري. وأضاف بأن الفساد أصبح موضوعا مستهلكا، وأغلب الإجراءات بتحجيم الفساد هي شكلية، والسبب بأن جهات متنفذة سيطرة كبيرة على القرار السياسي في العراق، وهي تحول دون اتخاذ إجراءات صارمة وقوية تجاه الفاسدين. شدد على أن القانون في العراق يطبق على الفقراء فقط، أما حيتان الفساد فمن الصعوبة تطبيقه عليهم لأنهم متنفذون وأصحاب قرار وأغلب مجريات الأمور تحت سيطرتهم. معنا اتصال من المثنى. أبو مصطفى من المثنى، أهلا وسهلا بك أبو مصطفى. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. الله يتقبل، الله يتقبل. حبيت أن أشارك بهذا الموضوع الجميل. تفضل. الله يسلمك، ودائما أنتم قريبين المواطن والشارع العراقي. يخليك. الله يحفظك. والأحداث الموجودة. نعم. حقيقة بالنسبة للموضوع اللي طرحته حضراتكم
بالنسبه للسجناء اللي هربوا. نعم، بما انه انت من محافظه المثنى، شلون نشوف الموضوع؟ بالضبط. نعم. اي حقيقه الفساد يعني انتم لو تجون تشوفون محافظه المثنى عباره عن وكر للفاسدين، وعباره عن يعني كانها شو اسمه بس الاوساخ والزبائن اللي موجوده بالمحافظه من ناس فاسدين ومن ناس متسلطين في هذه المحافظه. حقيقه هذه مو اول مره تحدث هذه الحادثه، وبالنسبه للسرقات وبالنسبه للفضائيين من جهات الشرطه والامن، مع العلم ان محافظه مثنى هي اكثر استقرارا امنيا من كل المحافظات، ولكن الفساد الذي موجود فيها هو اللي جعل هذه الطامه الكبرى الموجوده حاليا. ومن هذا المنبركم حقيقه احب ان اشكر السيد باسم خزع الخشان بما قام به في دور متميز حقيقة في إلغاء ومطالبة بإلغاء مجالس المحافظات اللي أكثر فسادا في كل دول العالم، ما موجودة فساد مثل هذه في بالنسبة لمجالس المحافظات. نعم. يعني أنت أبو مصطفى تعتقد بأنه موضوع تهريب السجناء في محافظة المثنى متفق عليه؟ طبعا بدون شك متفق عليه. مقابل ماذا؟ مقابل مقابل فلوس لو مقابل بأنهم يتبعون لجهات معينة؟ كل التوجهات ولا استبعد كل الأغراض الموجودة. الفساد والمحسوبية والمنسوبية والأحزاب المتسلطة في المحافظة وفي العراق حقيقة، وحتى التفجيرات اللي تحدث بين هذه الدول الأخرى. نعم. وحتى داعش الآن الموجود، ليش ما قبل فترة ما موجود داعش؟ ليش الآن بالانتخابات يوجد داعش؟ هذه عملية مدروسة من قبل الأحزاب والميليشيات عزيزي، وهذا ما يخفى على المواطن العراقي. وسوف نرى أيضا هناك تفجيرات وقتل واغتيالات كل ما تقرب ساعة الصفر بالنسبة للانتخابات، سوف نجد مثل هذه الأحداث تظهر على السطح المحلي والعراقي حقيقة. نعم. بالنسبة لمحافظة المثنى أو غيرها. نعم. لأن شنو التبرير؟ يعني محافظة آمنة مستقرة، شنو موجود أنه يهربون سجناء؟ شنو يعني لها داعي؟ ولكن نعم. وأجي لك من الشعر بيت بالنسبة لمحافظة المثنى مو أكثر فقرا. زين أبو مصطفى، معروف أنه محافظة المثنى هي أعلى محافظة في العراق من ناحية نسبة الفقر، يعني حوالي 50% بحسب وزارة التخطيط، بحسب وزارة التخطيط في العراق بأن نسبة الفقر يعني 50 أو تجاوزت 50% في محافظة المثنى، ولكن في نفس الوقت هناك مخدرات في هذه المحافظة. برأيك شنو؟ ما هي الأسباب؟ دكتور عمار. نعم. كأنك بقلبي. الآن محافظة المثنى تئن من المخدرات والحشيشه، وكانت في السابق حقيقه، وان كانت بشكل بسيط كانت مجرد ممر لدول الخليج ودول حقيقه هاي موجوده. نعم. ما نخفيها هاي الحقيقه، لكن الان اصبحت مستقر، لان حتى المقاهي الموجوده الان في المحافظه حشيشه بشكل علني، والدعاره وغير شغلات، يعني قضايا فساد المحافظه تعين عبارة عن مطمر صحي للأوساخ أصبحت محافظة مثلا. لو نأتي إلى مركز المحافظة كأنها مضروبة مواد كيميائية، يعني محافظة المثنى الآن مفروض نعلم بها حالة طوارئ يا أخي العزيز. محافظة المثنى تأن من كل النواحي، لا مستشفى لا خدمات، يعني عجيبة غريبة كيف المواطنين عايشين بهاي المحافظة واللي احنا من المسؤول يعني عن انتشار هذه المخدرات في المحافظة أبو مصطفى؟ من المسؤول؟ وين الجهات المعنية؟ وين الداخلية؟ وين الشرطة؟ عزيزي الشرطة والجهات الأمنية أغلبهم هم تجار المخدرات، أغلبهم هم تجار المخدرات من الدمج وغيرها من الأحزاب. نعم. هم والفضائيين والأمور كثيرة يا أخي، أمور كثيرة فساد وصل إلى حد الهامة، يعني ما إيش نتكلم إيش نحكي، ما نوفي بالغرض اللي بالفساد اللي موجود بالمحافظة. مع العلم المحافظة عشائرية قبلية، ولكن احنا نعتب على وجهاء العشائر
وشيوخ العشائر اللي اغلبهم صامتين وساكتين عن هذا شو اسمه اللي يحدث بالمحافظه، الا كم واحد من شيوخ العشائر. نحمل الجهات الامنيه عن هروب هؤلاء وبالنسبه لنا بالنسبه للتفجيرات اللي حدثت قبل فتره اي تحقيقات بالواحد ايار التفجيرات اللي دعوا انه من داعش؟ لا انا ما اعتقد انهم داعش، هم الاحزاب نفسيتهم وداعش اكذوبه داعش، هم اللي جاي يحركون داعش هم بالفساد مالتهم بالقضايا اللي جاي يضغطون على الشارع العراقي بحيث انه يقولون احنا حامينكم واحنا اذا نروح عنكم احنا راح جسمه راح يجيكم داعش ويجيكم فاحش ويجيكم، وهم اكثر من داعش، هم بالفساد هم داعش عندما يقتل 100، لكن الفاسدين عندما يسرقون الشعب باكمله يا اخي العزيز. هم هذا هو المنطق الصحيح، انه هم سبب بلاء ودمار البلد، هم السياسيين والاحزاب والميليشيات الموجوده. نسأل الله أن يحفظ محافظة المثنى وجميع المحافظات العراقية. أنا أشكرك أبو مصطفى، كان معنا من محافظة المثنى. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. السادة المتابعين الكرام، نعلمكم بأن موقع قناة الرافدين على الإنترنت وحسابي القناة على تويتر وإنستغرام تم تهكيرهما من قبل ذيول إيران، فالرجاء عدم التعامل معها وعدم الاستجابة لأي طلب يأتيكم من إيميل الموقع المخترق الذي هو info@rafidain.org. والحسابات التي تم اختراقها ويجب عدم التعامل معها هي حساب تويتر، حساب انستغرام، موقع القناة على الانترنت. وكذلك يرجى من المتابعين الكرام متابعة أخبارنا ومنشوراتنا على كل من حساب تويتر وصفحة القناة على الفيسبوك وحساب القناة على تيليجرام. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، ونستكمل معكم موضوع الاستعانة بشركات عالمية كما جاء في على لسان مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال المهربة كما قال. طبعا مسؤول في هيئة النزاهة اعتبر بأنه لا يمكن استعادة الأموال المنهوبة إلا في حال التخلص من القوى المتنفذة والتي تمنع أي حراك بهذا الاتجاه. زين، إذا هذا مسؤول في هيئة النزاهة ده يتكلم هذا الكلام، والقوى المتنفذة هي اللي مسيطرة على الحكومة وهي اللي مسيطرة على البرلمان وهي اللي مسيطرة على كافة مفاصل الحكومة، شلون راح يقدر واحد يتخلص من عندهم؟ المسؤول تحدث وقال بأنه معلوم بأن الجهات التي نهبت تلك الأموال ما زالت تتمتع بنفوذ سياسي وبرلماني واسع، وهي أحزاب السلطة التي حكمت البلاد طيلة السنوات السابقة، وأنها اليوم تعارض أي خطوة عملية أو قانونية لاستردادها. أضاف بأن تلك القوى استخدمت نفوذها الحكومي والسياسي في عمليات التهريب ودفعت عمولات لجهات عدة وقدمت إيصالات وهمية وما إلى ذلك من خطوات كلفتها الكثير، كونها تعد قوتها السياسية مرتبطة بقوتها المالية. وتابع بأن هيئة النزاهة لديها ملفات تدين عددا من المسؤولين الكبار وأحزابهم بملف الأموال المهربة، وقد تم تقديم بعضها إلى القضاء لكن تم تعطيلها بضغوط سياسية. حتى على القضاء جماعة مسيطرين، وأشار إلى أن أي خطوة باتجاه الاستعادة سيكون مصيرها الفشل إلا في حال تم التخلص من تلك القوى ونفوذها السياسي والبرلماني. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل أخي صباح. كم دكتور عمار، أهلا وسهلا بقناتكم الكريمة. بالنسبة لموضوعكم المحور الأول اللي كان هو هروب السجناء في محافظة المثنى بقضية يعني المخدرات. نعم، يعني هذا الموضوع يعني لو المتهمين يعني ما عندهم شيء، ابرياء وجوع وبعدهم على التحقيق، كان قعدهم يعني ما يطلع من تنفتح حتى الابواب، يقول لك انا ما عندي شيء بريء اقعد، بس الذولي مبين يعني
من كلهم طلع يعني دليل على انهم يعني ثابت عليهم جرم تجارة بالمخدرات. وهاي الطريقة يعني طريقة معروفة من قبل، يعني معروفة ومكشوفة انهم يعني ساعدوهم، او ما ضابط مدير الشرطة او ضابط المركز او اللي موجود على السجن او ضابط الاستخبارات. المفروض، واحنا على طول نقول المفروض يعني تشكل لجان حقيقية لمعرفة منو اللي سهلهم الامر، منو فتح الابواب. وهاي الموضوع اللي اخترقوه هيتر وغيره يعني كلها كاذبة. يعني شلون خرجم ذول ال 21 شخص في سبيل يرجعون يزاولون هاي تجارة المخدرات ويدمرون هذا الشباب الموجود في الجنوب كله وفي بغداد. يعني كل هذا تابع علما، تابع للفساد الإداري. لو ضابط المركز وضابط الاستخبارات المركز يعرفون اكو قانون صارم يحاسبهم ويزجهم في سجون ومجالس تحقيقية حقيقية، ما كان سوهم هذا الإجراء، كان شددهم الحراسة والكاميرات وهاي ما خلوهم هيك. لكن هم ضامنيها انهم وراهم حزب وراهم جهة ساندتهم، فما يديرون بال للقضاء العراقي. لان يعني القضاء العراقي مع الأسف بكل الملفات، حتى الموضوع الأخير اللي حكيت به دكتور عمر، موضوع الفساد، يعني القضاء العراقي كله مسيس. يعني مسيس، واللي مسيطر عليه هم الحشد، منظمة بدر والحزب الدعوة. يعني القضاء العراقي ما عندنا قضاء، احنا عندنا كل ظلم. يعني حتى اللي موجودين على طاولة أربع أرهاب 80% من عندهم أبرياء و20% من تنظيم شنو اللي تقدر تسوي بفلوسهم. نعم، شنو اللي تقدر تقدم الشركات العالمية باسترداد الأموال المهربة والمتهم اللي هم هربوا هاي الأموال، موجودين الآن على رأس السلطة في العراق. يعني هيئة النزاهة تقول لك ما يقدر تسوي شيء هاي الشركات العالمية، لأن من يسيطر والمتنفذ هو اللي هرب وموجود بالعراق ويتحرك بحرية، ووصل الأمر إلى القضاء ولكن ضغطوا على القضاء وما قدر يسوي شيء القضاء باتجاه هذه الأموال المهربة. ايش راح تسوي هذه الشركات العالمية؟ طبعا الشركات العالمية وكل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وكل الدول العربية يعرفون الأسماء الموجودة اللي تم تحويل في أرصدتهم ملايين الدولارات ومليارات الدولارات حولت من بغداد إلى أوروبا بأسماءهم. وأخير قضية انثارت هي قضية عدنان الأسدي، المقبور عدنان الأسدي، 800 مليون يورو بالنرويج بأي دولة أوروبية، يطالبون المصرف، يطالبون لازم يدفع ضرائب وما جاي يدفعها، يطالبون الورثة أنهم يدفعوا ضرائب يلا نطلق لكم هاي الأموال. فكل الدول تعرف كل الأسماء الموجودة اللي بالعملية السياسية سواء سنة أو شيعة أو أكراد، يعرفون الأرصدة مالتهم من صفر إلى صعدة مليارات وملايين الدولارات. هاي كلها أموال الشعب. المفروض الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكل الشركات هاي اللي تقول عليها، المفروض إذا هم جادين يقدرون يعيدون كل هاي الأموال إلى الخزينة العراقية. لكن لمن يعيدوها حاليا؟ لمن يعيدوها؟ المصطفى الكاظمي هو جزء من الفساد وجزء من منظومة الفساد. لأن مصطفى الكاظمي لو إنسان وطني ويمتلك ذرة من الشرف كان فتح هاي الملفات كلها، فتحها من زمن نور المالكي اللي بزمن 800 مليار دخلت للدولة، ومن كان هو رئيس وزراء دورتين، أكثر رئيس وزراء. كان النفط سعر عالي، وين هاي الأموال؟ شو بنيت بيها من مصانع، من بنية تحتية، من زراعة دعمتوها؟ كلها كذب كذب. هاي المبادرة شو مفسر هاي الخطوة وهذا الإعلان من قبل مستشار رئيس الجمهورية في هذا الوقت؟ يعني هذا ترويج للانتخابات القادمة، وناس قامت تحرق أوراق الثاني، ومجرد بس يريد يقول لك أنا جاي أشتغل وأنا أريد أفتح ملفات وأنا راح بالمرحلة القادمة أنا الإنسان اللي لازم تختاروني. كلها يعني كلها مزايدات للانتخابات القادمة. أما راح ينذب شخص فاسد مسؤول عراقي عنده سرقات ملايين الدولارات، ما حد قضاء القضاء معهم. القضاء هو جزء من الفساد الإداري الموجود، وهو اللي مغطي عليهم. النزاهة جزء من هذا الفساد، لأن ما حاسبت هاي ال 17 سنة أي مسؤول سواء من درجات العليا وكيل وزير صعودا، ما حاسبت أحد، لأن هم مستفادين كلهم. وعلى ذكر سيطرة السياسيين والزعامات على القضاء، هناك تصريح سابق لهادي العامري قال بصراحة بأننا نضغط على القضاء وما يقدر يسوي شيء. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا عبد الرزاق من بابل. تفضل عبد الرزاق. عبد الرزاق هل تسمعني؟ عبد الرزاق
يبدو أننا فقدنا اتصال مع عبد الرزاق. أحمد من كركوك، تفضل أحمد. أحمد، نعم. طبعا وزير المالية علي علاوي قدر الأموال المنهوبة من العراق بنحو 250 مليار دولار، قال سرقت منذ عام 2003 ولغاية الآن، وقال هذا المبلغ يبني العديد من الدول، كما أن هذه السرقات أدت إلى تراجع قدرات العراق الاقتصادية. إلا أن لجنة النزاهة في البرلمان كانت قد قدرت مطلع العام الحالي حجم الأموال المهربة بحوالي 350 تريليون دينار، يعني 239 و700 مليون دولار، وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين. لكن عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقا رحيم الدراجي أكد بأن قيمة الأموال المهربة من العراق تبلغ نحو 450 مليار دولار، وربما يكون هذا الرقم يعني أقرب إلى الصواب مع حجم الميزانيات منذ العام 2003 ولغاية الآن. نعم، معنا اتصال سامي من كركوك، تفضل سامي. لا تفضلك، السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. شلونك؟ الله يسلمك ويخليك، الحمد لله، الله يحفظك يعني. تفضل. ممكن المشاركة؟ تفضل طبعا، أنت على الهواء. أشكرك. تقريبا على الأخ المتصل قبل اثنين صباح من بغداد. نعم، حاول يقول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، ما هو بس المشكلة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللي جاب الدول الحرامية، هم متفقين يودعون أموال الشعب العراق المنهوبة بينهم ويشتغلون بها والشعب. نعم، وقال حول هذا المغبور عدنان الأسدي 800 مليون يورو، يعني مليار إلا 200، منين جابها؟ جابها من قبر خلصة، هو بياع بطل، يقولون كان بالتويد للبنرويج، مين جاب أخوي؟ هو بواقي، كلهم بواقين. واليوم القصة الحلوة هاي النزلاء من أيام محلي، يعني شو شخصات ومعازلين هاي جماعتهم، طبعاً دول أهل المخدرات هزمهم، ولد الكايبات المتهمين بوقت المخبر السري ما أدري إيش، هذول الأمين أحد إلى أبد ما يطلعون أصلاً، يعني كله يمشي بالعكس، كله يمشي بالعكس. أستاذ عمر، نعم، المشكلة هي أمريكا. أمريكا اللي جابت لول السرابيت، لول الشرمة الله خلق بهالدنيا عندهم، لا يشبعون ولا يقنعون. نعم. أنا أشكرك سامي من كركوك. كان معنا عبد الرزاق من بابل يعاود الاتصال، تفضل عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. دكتور، بالنسبة للهروب والسجناء، نعم، هذا يعني صراحة أنا أسميه الحنين إلى الماضي، أو بالمطلع السياسي مالتهم العودة إلى المربع الأول. هذه الخلافات بيناتهم بين الأحزاب هي اللي يعني شجع على هذه الأعمال، يعني يخرجون مساجين، يدخلون مساجين، هذه بيناتهم. أما إذا نقول الدولة يعني إذا نبعد هذه الخلافات والصراعات اللي بين السياسيين، نقول الدولة هي يعني إذا مشات هذه الخلافات، فإذا كان هذا خرق أمني فالدولة إذن ما لها أي وجود، إذن الدولة لا أساس لها بالعراق. فاللي يفترض من وزير الداخلية أن شوية يخفف من الطول مالته، القامة هذه الطويلة، ويتابع السجون، أن لا يبقى قاعد برا الكرسي. أنا أشوفه يعني نفس اللي في 2019 اللي خرجوا للمساجين، نفس الحالة هي أستاذ العفو دكتور عمر، نفس الحالة، نفس المسرحية ونفس الفيلم. حتى الصراحة شمال العراق هذه قبل الهجوم مال داعش على الأكراد، وهذا هو اتفاق بين، صراحة يعني أحكي لك دكتور عمر، هذا اتفاق بين الأكراد والتحالف الدولي. الأكراد يردون ينتزعون هذه المناطق يضموها المتنازع عليها، والتحالف الدولي بالحجة بأنه داعش موجود. أنا فد مرة من المرات قلت لك دكتور عمر، خل أمريكا تحترم نفسها وتحترم وجودها في العالم، إحنا كعراقيين ما عندنا مانع، إحنا نريد أن دولة كبرى عظمى تحمي العراق
من هذه الدول اللي محيطه بيه، ايران، تركيا. احنا نريدنا دوله قويه، ما يخالف احنا نؤمن بوجود امريكا كدوله قويه، بس خليها تبطل من هذه المسميات داعش والمسلمات، خليها بانه احنا كعراقيين نريد ابتعد عن هذه المسميات ويحمي ارواح الشعب العراقي وحافظ على مصالح العراقيين وايضا حافظ على المصالح. ما هي هذا نعم عبد الرزاق، ما هي هذه المشكله؟ نعم يعني 18 سنه اجوا الامريكان غزوا البلد واحتلوا البلد بحجه تخليص العراقيين من نظام صدام حسين. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار؟ تدمر البلد، تفكك المجتمع، تدمر. نعم ماشي، قدموا البلد الايران. نسبه المخدرات يعني احنا بدنا نشوف العراق اللي كان قبل عام 2003 ما يجيب باله يعني اسم المخدرات، بس يشوفه بالافلام. صار الان الموضوع منتشر في المقاهي والكافيهات وفي كل مكان. يعني هذه القوة الدولية اللي تحدثت أنت بها سوت بالعراق، سوت بالعراق يعني فوق الدمار قدمت البلد لإيران، وأضف إلى ذلك أصبح العراق ساحة صراع ما بين الدول الإقليمية والدولية. نعم دكتور، احنا انا قصدي امريكا خليها تعيش سياستها ويا العراقيين وتحترم الشعب العراقي. يوميا طلعت لنا فيلم هندي داعش، وهذه داعش. وانت يعني اذا ضعيف دولة عظمى مثل انت اذا ضعيف ما حد يعني ما احترامي للمشاهدين والجميع، بس نتكلم على كيان دولة وحكومة. لما تكون الحكومة ضعيفة ما حد يعبرها، لان الدول تتعامل مع حكومات ما تتعامل مع الشعوب. أكيد دكتور، أكيد دكتور. لأنه إحنا القصد مالتي إحنا الدولة مالتها مهزوزة وضعيفة وما تقدر تحمي أرواح العراقيين، فإحنا بحاجة إلى دولة قوية تحمي أرواح العراقيين. إحنا شئنا أما بيننا أمريكا دولة قوية، بس إحنا ما نريد يعني تهزنا إيران أو تهزنا تركيا، وتركيا تكبس بالعراق وإيران اختصمت الأراضي والشط العراق. إحنا بحاجة إلى دولة قوية، بس هاي الدولة عليها أن تحترم رأي العراقيين وعقول العراقيين بنفس الوقت تحترم وجوده. لا تنتجي علينا أفلام هندية داعش وما داعش. إحنا العراقيين نعرف هذا هاي المسرحية ما لها صحة. اللي أتمنى بأنه حال ألمانيا حال اليابان تبني امريكا قاعده وتحمي الشعب العراقي من ايران ومن الدول هاي. نعم اخي عبد الرزاق، ما احترام لرايك، ولكن يعني ماكو دوله بالعالم تقدم شيء بالمجان. انه انت لما ضربت مثال اليابان دوله وصح بعد الحرب العالميه الثانيه، ولكن اليابان قبل الحرب العالميه الثانيه عندما كانت امبراطوريه وبعدين صارت دولة ومن الدول الكبرى على مستوى العالم من الناحية الاقتصادية والناحية التكنولوجية. أنا أشكرك عبد الرزاق من بابل. أحمد من كركوك، تفضل أحمد. استاذي على مود قرار 315. تفضل. قرار 315. نعم. أنا من 2022 تحولنا على القرار شهر الخامس، الآن مخصصات ماكو. فنرجع لكم متنصاتنا يعني ما أدري قالوا ما مشغولين بالقرار. أنت على يا ملاك أحمد، على يا ملاك يا وزارة كنت؟ على وزارة النفط. نعم. إيش قال عندك خدمة؟ من 2009. وش وقت انفصلت أو وش وقت يعني؟ ما فصلت، شهر الخامس 2020 حولونا على القرار 315. ها نعم. فيعني درجونا بالموازنة شو هسه مظاهرات بالجنوب قالوا حولونا مخصفات على المحاضرين. نعم إن شاء الله صوتك يوصل إلى الجهات المعنية. أحمد من كركوك كان معنا. وديع من بغداد، تفضل وديع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا هلا بك. أحيي هاي القناة الذي تحكي صوت الحق، والله يحفظك يا حبيبي. الله يسلمك، تفضل. اي استاذ، احنا في ضوء هاي الاوضاع دخل ايراني بالعراق، الحكومه مالتنا ما لها اي دور. من 2003 من سقط النظام لحد الان احنا الحكومه ما لها اي دور. وبعدين ربعنا اللي الشعب مالتنا هو اللي يطبل الحكومه يا ولي صار يطبل لها وماكو نفس الشيء. نعم. فانا اشوف يعني الدخل الامريكي احسن من ايران. الايران الان يعني استباح الوضع في العراق.
والله يا أخي أمريكا هي اللي دمرت البلد وهي اللي قدمتها لإيران. والله يا عمي هي أمريكا. نعم. يساومون على العراق وسيادة العراق في المفاوضات مع إيران. نعم أخي وديع. هي وين سيادة العراق يا أستاذ عمر؟ وين سيادة العراق الآن؟ العراق الآن أي سيادة ما بين الدول. نعم وديع. أنا أشكرك وديع من بغداد كان معنا. رسالة يقول لو كانت الحكومة مهتمة بالشعب العراقي لكانت شددت المراقبة على حدود العراق لمنع دخول هذه الآفة، وعليها أن تعاقب من يسمح بدخول أي مادة مخدرة بالإعدام مهما كان انتماء الحزبي ومن أي دولة كان. ثانيا إذا لم يتم القضاء على كل الميليشيات وخصوصا التابعة لولاية الفقيه لم ولن يستقر العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.